مع بعض. تفضل دكتور، دكتور زهير. صباح الخير، كيفك؟ تمام، اهلا وسهلا، تفضل. صباح الخير دكتور. شو اخبارك؟ خير الله يسلمك، شكرا. من وين انت دكتور؟ من السعوديه. من السعوديه بس عايش بالامارات صار لك زمان؟ لا، بد في الدمام. وهلا جاي زياره بس؟ بس بدك تبقى عنا يعني شي يومين، يومين كمان. مش دائما بتروح بتيجي شغل يعني؟ حسب المحاضرات، حسب الدورات. وهلا عم تعطي دورات ولا محاضرات؟ دوره في جامعه ابو ظبي. اوكي ما شاء الله عليك. طب احنا عم نحكي هلا عن التنويم الايحائي. نعم. مش التنويم المغناطيسي؟ هو نفس الشيء. نفس الشيء. ما هو بالضبط التنويم الايحائي؟ احنا بننوم العقل الحاضر، انت بتسمعيني الان على مستوى العقل الحاضر. بتاخذ المعلومه بنسجلها في العقل الباطن. اوكي. اوكي، فاذا احنا نومنا العقل الحاضر دخلنا على العقل الباطن واخذنا منه المعلومه. أوكي. او غيرنا المعلومه فيه. يعني عندك انت اللي انت سامعتني على مستوى الوعي الان. صح. كويس، بناخذ المعلومات هذه بنسجلها في اللاوعي. اوكي. فعن طريق التنويم احنا بننوم الواعي اللي هو المقاومه وبنخش على العقل الباطن اللاواعي. اوكي، هل هو علم؟ علم النفس. نعم. علم التنويم الايحائي. الطب البديل. طب بديل. شو بيعالج بالضبط؟ بيعالج عندك الخوف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي بجميع انواع. زي يقول لك انا اخاف من المناطق، اخاف من المناطق المفتوحه، اخاف من المناطق المغلقه، اخاف من الاسانسير، اخاف من الحيوانات الصغيره، البت. بيعالج تماما دكتور؟ التعتع، الخيلون. هي عمليه استرخاء في البدايه. اصل التنويم الايحائي هو استرخاء للجسم. نستخدم قوه. أوكي. العقل، قوه التفكير في انه كيف نرخي الجسم. حلو كثير. يعني احنا عاده بحياتنا اليوميه بنعمل اشياء او ما بنتذكرها. نعم. ليش هيك بيصير؟ هي رغبه مكبوته. رغبة مكبوتة. لماذا؟ اوكي، لماذا؟ تخيل، تخيل مع بعض كذا، مثلا انت مع المدير تبعك. نعم. صار في سوء تفاهم، او مثلا ما بطيئه، ما بتطيئه، في عندك رغبة انك تتخانقي معه. بس الرغبة هذه مش قادرة عليها انت انك تظهريها. صح. خوفا من انه مثلا اطلع من الشغل، تطلع من الشغل، ما راح تترقى الفترة اللي جاية. فالرغبة هذه بتكبت وتقمع. ففين بتروح؟ بتروح في اللاوعي. لكن بتظهر عن طريق هفوات، عن طريق الذلات، عن طريق الأحلام، عن طريق أمراض نفسية. أوكي. فمثلا عندك، مثلا أنت متضايقة من مديرك، في عندك حصرت في واحدة من الحالات إنه متضايقة من مديرها، فقامت تعمل تطلع أصوات من فمها مثل لمؤاخذة التكريعة. أوكي. شنة. هي مستفادة منها، كل ما جاء المدير طلعت له الأصوات هذه، فالمدير زهق و هيك اشمأزمنها، اشمأزمنها يعني؟ فبطل يجيها على المكتب، ارتاحت منه. بس الحكاية استمرت معاها طوال اليوم، طوال الوقت، إلى أيام. أوكي. مستمرة معها، فقالت أنا عايز أبطل الحكاية هذه. أوكي، مدت معها يعني. مدت معها زيادة عن اللزوم. زيادة عن اللزوم. فبدأت ولجأت لعندك لإلك. ولجأت لعندنا. فعملنا لها عملية ما يسمى بالنقص العمري أو الإيج ريجريشن. النقص العمري؟ نعم. أوكي، رجعناها اللي رجعناها إلى أصل الحادثة هذه، شو صارت؟ أسبابها إيش؟ فاتضح إنه هي كانت زعلانة مع المدير، الغضب هذا. هل يمكن دكتور ان الواحد يكون عنده شعور معين بداخله، ممكن يكون مثل ما قلت تعصيب او ضغط او هذا، وما يكون عارف ليش؟ بالتاكيد يعرف خلال التنويم. يعني نعرف كل شيء التنويم. نعم. فكري معايا كده، مثلا واحد يقول لك انا بخاف من الميه، بخاف من السباحه. ليش؟ ما بيعرف ليش. ما بيعرف ليش. هو حصل انه هو لما كان صغير اصحابه دفشوه، ما بيكون متذكر. ما بيكون متذكر الحادثه هذه. او ما تقول لك انا عندي تأتأة، مش عارف من ايش التأتأة هذه، التأتأة في الكلام. طب ليه دائما الواحد ده هو صغير في سنين معينه بيكون نسيها؟ ليش؟ قد يعني تكون مؤلمه. مؤلمه؟ مؤلمه، او فيها احداث ما بده يفتكرها. أوكي. او فيها رغبات كان بده يحققها في هذاك الوقت، والرغبات هذه اقمعت، كبتت، فتخزنت في اللاواعي. طب الواحد من اي عمر لازم يكون يتذكر؟ ولا في عمر معين واحد لازم يتذكر فيه؟ يعني هو احنا انت من اي عمر بتتذكر حياتك؟ حسب الاحداث، حسب الاحداث المهمه في الحياه، في احداث كثيره. لما كنت طفل مثلا بتذكر طفولتي؟ طبعا بالتاكيد. كلها بتتذكرها؟ مش كلها، بتذكر السنين المدرسيه مثلا، كيف كنت في سنه ثالثه، في سنه رابعه، في سنه خامسه، في سنه سادسه، بتذكر الاحداث المهمه فيها. اوكي. يعني هيك. بس انت مثلا لو سالتك مثلا رقم تليفون بيتكم، اول تليفون. ما بتذكر. ما بتتذكري؟ لا. لكن عن طريق التنويم ممكن نرجع له. جد؟ ايه. حلو. لانه حياتك كلها مسجله في السجل.
وموجودة. موجودة موجودة زي ما أنت بتجلس تدوري في الأوراق عشان تطلع ورقة معينة. موجودة في السجل. واو. وإحنا هلا رح نعمل تنويم مغناطيسي لستيف. إيحائي لستيف. نعم. ليش ستيف؟ ليه اخترت ستيف؟ أنا بعرف مشاهدين إنه الدكتور اختار ستيف. ليش؟ والله ستيف. كيف لقيته يعني؟ شاب جميل وحلو ومع موجود معانا هنا يعني. أكيد أنا ما بقدر والشف. نعم. مشغول يعني والشيف مشغول فقلنا احنا نجيب واحد من برا من خبرات الماضيه. جبنا احد من برا ما يعني ما كان عنده الرغبه وما كان في المود يعني. افضل انه يكون من عندنا عشان يكون عارف يعني مألوف. طب ما هو دور التنويم او كيف يستخدم التنويم للوصول يعني الى الرغبات المكبوته اللي انت عم تحكي لنا عنها؟ كيف احنا قلنا انه هي رغبه موجوده على مستوى الوعي. انا واعي لها الرغبه، انا واعي من اللي كل تصرفاتي اللي بعملها، كيف بتعامل معاكي، كيف بتعامل مع مديري، كيف بتعامل مع زملائي، كيف بتعامل مع اولادي. بس هناك في عندنا رغبات بنحب اننا نعيش. كل واحد عنده رغبات. عنده رغبات، احيانا الظروف والحياه الاجتماعيه بتضطرنا نكبت هذه الرغبه. فمتزال موجوده عندنا في داخلنا، انا نفسي اعمل حكايه هذه، نفسي اعمل حكايه هذه. يعني الواحد بيجي لك بحاله نفسيه معينه بقول لك انا كذا كذا كذا. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال بسيط، واحد يقول لك انا ما عندي ثقه في نفسي. اوكي بتقول له. او مثلا عندك اللي يوقف يتكلم امام الناس، هذه مشكله كبيره. ايه الخوف. في ناس كثير تقول لك خايف، انا وصلت الى مركز كويس في الشركه بتاعتي وابغى اوقف واتكلم امام الناس وما عم بيقدر. صعب كثير. هي عم بترجف. إيه؟ عم بترجف. اوكي. عن طريق التنويم نعمل له عمليه ريلاكسيشن، الاسترخاء، بيرخي جسمه عشان لما يبقى يجي واقف يتكلم ممكن يزبط حاله. هذه نقطه مهمه، وقوه العقل بقوه التفكير بيرخي اعصابه. اوكي. طب دكتور صار وقت هلا نوصل لستيف، شوف شو بدك تعمل مع ستيف. ستيف. ستيف اول شيء تفضل اقعد هيك على الكنباي. جاهز ستيف؟ كيفك دكتور؟ اهلين اهلين، حياك. كيفك انت؟ مرحبا. طب جاهز؟ هلا ستيف خبرنا، ستيف بده يتذكر شيء؟ بدك تخليه يتذكر شيء؟ في عندك حاجة معينة تحب تتذكرها؟ هلا انا اجمالا بحفظ كثير وجوه بس الاسامي بنسيها. اها. وبدي ارجع اتذكر اسم استاذ كان يعلمنا ايام الجامعه. ليه؟ لانه تحبه؟ انه ما بعرف كان يعلمنا هذا الماده الاساسيه بالاختصاص تبعي ونسي له اسمه. انه هيك هلا خطرت على بالي، يمكن اذا بدي افكر نسي اسمه. ما يعني من حب ناسي اسمه ولا من كثر المدرسين ولا في حاجه معينه غامضه؟ لا هو لا مش كان استاذ الاختصاص تبعنا. كنت تحبه ولا لا؟ آه كان في علاقه كويسه يعني؟ انه كان اكيد كنا استاذ بنحبه يعني. جميل. اوكي. فأنا مرحله في الجامعه؟ بثاني سنه. ثاني سنه بالجامعه، شو كانت الماده اللي درسها؟ الكترونيك. الكترونكس. جميل جدا، جميل جدا. تتذكر شكله؟ بتذكر انه بتذكر شكله مش كثير طويل وناصح. ناصح، جميل. اسلوبه في الكلام، التون تبعه؟ ضل مستعجل. ضل مستعجل. تكلم بسرعة. جميل جميل جدا. طيب كويس. طيب ستيف الموضوع موضوع بسيط جدا، احنا هنعمل عملية استرخاء. اوكي. هناخذ نفس ونسيب نفس، تسترخي تماما شايف، وبعد كده ايش؟ هتكلم معاك على في المادة هذه الالكترونيك فان شاء الله انك حتتذكر اسمه. نرجعك نسميه الايج ريجريشن، الرجوع النقص العمري. بالضبط. النقص العمري هلا. جاهز؟ اوكي جاهز. جميل جدا. طيب شو رايك تتمدد لنا شويه على الـ ايوه جميل جدا على كثير. اوكي يدينك جنبك. اوكي سامعني صيف؟ مغمض عيني؟ اي غمض عيني كذا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طف ما شغلتنا الموسيقى؟ بلا مشغل الموسيقى. مشغل الموسيقى؟ علوا لنا الموسيقى بليز. ستيف مشغل الموسيقى؟ مشغلة من عند ستيف. ستيف مشغلها؟ ماشي شغلها. سوري معلي. هلا لازم يكون في هدوء بالاستوديو هون، مهم كثير. بستكي بستحسن. طبعا شفت بده يكون عندنا هدوء هلا يعني عشان يهتم بالستيف. صوت القلي نخفف شوي. قول خلصنا قلي. خلصنا كل شيء. كويس. والموسيقى لازم تكون هاديه. دعم هاديه يوسف. تفضل تفضل تكون هاديه. نعم. اوكي بدك توطيها شوي. اوكي اكسلنت. يا دوبك فيري لو باك جراوند. فيري فيري لو. وطيها. اوكي كثير منيح. اوكي حياك يا ستيف. اوكي جميل جدا. غمضت عينيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ناخذ نفس ونسيب نفس، واحد اثنين ثلاثة مع بعض، ناخذ نفس ونسيب، ناخذ نفس ونسيب، ناخذ نفس ونسيب. أبدأ أحس برجلينك الآن يرتاحوا مرتاحين، كل عضلة كل عصبة في رجلينك مرتخية. حس بيدينك، يدينك أكثر راحة، كل عضلة كل عصبة في يدينك. حس بثقل راسك، جبينك فردته، حوالين عيونك رخيت، وشك أعطيته ابتسامة خفيفة، ريح. وناخذ نفس ونسيب، وناخذ نفس ونسيب. أحسنت أحسنت. راح نعد من 15 إلى 1، راح نعد من 15 إلى 1. أباك تعد معايا في داخلك من 15 إلى 1، كل رقم عد لك إياه أباك تشوف شكله، أباك تتخيل شكله. وناخذ نفس ونسيب. شوف ال 15 شكلها عامل إزاي. 15 14 13 12 11 10، وزيد استرخاء. 9 8 7 6 5 4 3 2 1، وزيد استرخاء. أحسنت أحسنت أحسنت. حناخد نفس ونسيب، ناخد نفس ونسيب. ستيف أباك تركز لي على يدك اليمين، أباك تركز على يدك اليمين، حس فيها، كل عضلة كل عصبة في يدك اليمين مرتخية، حس فيها أشعر فيها. صار وزنها 10 كيلو الآن، أنا راح أرفعها وحس فيها أشعر فيها. أحسنت، جميل جدا. أحسنت ستيف، جميل جميل ستيف، جميل جدا. سيبها كمان كمان، سيبها. أحسنت. راح ننزل ستيف، كل ما نزلنا بك ترخي أعصابك، ترخي عضلاتك، ترخي تماما تمام. أحسنت. شوف يدك اليسار الآن، ارخيها، ارخي لي إياها، ارخيها. صار وزنها 20 كيلو الآن، 20 كيلو، كل عضلة كل عصبة فيها مرتخية. تلين ترفعي لي يده لو سمحتي، ارفعيها من هنا. أيوة، على مهلك على مهلك. حس بتقلها كمان كمان، زيدي ارفعيها فوق 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 تلين فوق. أيوة، حس فيها تقيلة تقيلة. أحسنتي. ونزلها نزلها، جميل شكرا. وناخذ نفس ونسيب، ناخذ نفس ونسيب. أحسنت أحسنت أحسنت، جميل. ستيف ستيف أباك ترجع معايا بالأفكار الأيام ما كنت بالجامعة، فكر معايا وارجع معايا بالزمان يوم ما كنت في الجامعة. شوف الجامعة تبعك، تخيلها، شوفها. رحت على الجامعة، وصلت الجامعة، أباك تعطيني إشارة من صباحك هذا، أنت الآن في الجامعة، شايف حالك في الجامعة أيام. أحسن شكرا. أباك ترجع إلى ما كنت سنة تانية، سنة تانية بالجامعة، بالتحديد مادة الإلكترونيك. شوف الجامعة هذه، شوف نفسك في الفصل، أنت بالصف في الجامعة ومدرس المادة. أباك تتخيل شكله، شوف شكله. أيوة، تخيلت لي شكله. استعيد كده، اتذكر الكلام اللي كان بيقوله، المادة اللي كان بيبحث فيها وبيتكلم فيها. اسمع لي صوته في أذنك، أذنك اليمين بالذات بالتحديد، اسمع لي صوته. سمعت صوته؟ أعطيني إشارة من صباحك. أحسن. شايف شكله، شكل مدرس الجامعة، شايف شكله، شوف شكله. أيوة، شكرا شكرا ستيف. وناخد نسا. أباك تتذكر لي اسمه، شوف لي اسمه، شوف لي اسمه على المضبوط، اسمه كاملة. شوف اسم المدرس، شوف اسمه، تذكرتهم بينادوه باسمه، تذكر الكلام هذا، تذكره أكثر أكثر أكثر. حس فيه، اسمع، شوف كم نادوه، واسمع الناس هم عم بينادوه باسمه، حس بالكلام هذا، أشعر فيه، أشعر بالاسم. بديت تتذكر الاسم، تذكرت الاسم، سمعت الاسم، سمعت الاسم، حسيت بالاسم، شفته، حسيت فيه، سمعته. وناخذ نفس ونسيب. شايف المدرس؟ شايفه؟ سامعه في المحاضرة؟ عم بيحاضر؟ عم بيتكلم؟
وجاك اسمه واحد اثنين ثلاثة، تذكرت اسمه، حسيت باسمه، شعرت باسمه، أحسنت أحسنت، وناخد نفس ونسير، أحسنت أحسنت أحسنت. أبغاك تروح لصدرك، حس لي بصدرك، في هدوء، في سكينة، في طمأنينة في صدرك، في هدوء، سكينة، طمأنينة في صدرك، في راحة كبيرة في صدرك، حس فيها، أشعر فيها، أحسنت ستيف. أوكي ستيف، راح أقول لك واحد اثنين ثلاثة، عندما ثلاثة أبغاك تفتح عينك، كلك حيوية، كلك نشاط، وعلى وشك ابتسامة كبيرة، وحتقول لي اسم المدرس تبعك. جاهز ستيف؟ على نمرة ثلاثة، كلك حيوية، كلك نشاط، تفتح عينك بابتسامة جميلة، وحتقول لي اسم المدرس تبعك. جاهز ستيف؟ واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طبعا. شو اسمه؟ ذكرت اسمه. شو اسمه؟ ريمو. ريمو، أحسنت. ريمو شو؟ والله ما بعرف عايله، ما بعرف عايلته من الأساس. من الأساس. إنه اسمه كان عايلته أستاذ ريمو. Very good. Very good. شكرا. تتذكر شيء تاني؟ هلا هو بتذكر كاركتيره، الكاركتر تبعه كتير عصبي وكتير. شفته؟ ايه شفته. شو هلا تذكرت حالي رجعت لأيام الجامعة ولأيام الصف، وقت ما قد كنا نعذبه. شو حسيت وشو حاسس هلا؟ هلا حس انه واعي، بعدني هلا وعيت. صحي من النوم يعني قصدي؟ صحي من النوم؟ نعم. وحسيت شو وانت نايم؟ لا غريب كيف انه جسمي مطرح، بس حسيت حالي انا مش هون. طب ولما بلش يعد لك الدكتور، يعني كنت داخل معه صوته بريحك، كيف حسيت؟ الصوت بالاول بيلعب صوت، بعدين بتنسى انه في حدا عم يحكيك، بتصير تحس انه someone is leading you، عم بياخدك لورا يرجعك. طب كيف ممكن الواحد من صوت ومن ارتخاء انه يروح للاوعي دكتور؟ كيف؟ ما نحن رخينا العقل الحاضر. كيف رخيته بدقيقتين؟ ما اخذ نفس وساب نفس، اخذ نفس، ارتخى العقل، العقل ما هو شغال، بدا العقل ينام. بس بده يكون هو كمان عارف انه بده ينام. بالتاكيد، ما احنا يعني قلنا له ايش حنعمل، انا شرحت له في البدايه ايش اللي حنعمله، راح نسترخي. فعن طريق العد هو قاعد يفكر في الاعداد 15 14 13 12 1، فركز على العدد وعلى الشكل، فرخى العقل. انت العقلك الان شغال معايا نشيط بيتحرك. انا شغال ليل نهار دكتور. مزبوط. طيب بده استرخاء. ايه هي دائما هاي النفس كثير مفيده للانسان نفسه اصلا. بالتاكيد. والعد والعدد هذا، تتذكري كانوا يقولوا لنا مثلا ايش كانوا بيقولوا زمان؟ بدك تنام عد من 1 ل100. طب انتبه للحكايه هذه، العدد هذا في طلوع، لازم نزول، لازم نزول، احنا عايزين ننزل، عايزين نرتخي. كمان في حاجه حلوه قبل النوم، الواحد يعمل عمليه الاسترتشنج، تمغيط، بيمغط حاله، بيمغط رجلينه. إيه؟ بالطريقه هذه فبيرخي الاعصاب. احنا بننام ونحن مشدودين، طبعا ما حصير نوم. يعني معظم الناس يقول لك انا بنام وانا مشدود، وبنام ساعات طويله، وبصحى وانا مكسر. طيب لو استرخينا قبل النوم ايش اللي حيصير؟ حننام ساعات اقل ونام مرتاحين. اوكي ستيف، كيف تذكرت اسم استاذك؟ اتذكرنا وقت كنا نعيط له بالصف، صار يقرب شوي شوي الاسم. ما هيك؟ ايه هو قال لي انه تذكر انه بس ما اجى الاسم دغري، صار على مراحل الاسم اخر شيء تذكرته. واو. دكتور التنويم الايحائي شو بيعالج كمان امراض معروفه؟ عندك مثلا العصبيه، القلق، الاكتئاب، الاكتئاب، القيلون، القرحة. القرحة كلها نفسية صح؟ كلها نفسية. نعم. بالنسبة للإقلاع عن التدخين؟ الإقلاع عن التدخين احنا بنغير الفكرة، احنا برين واشنج يعني، إلى حد ما، إلى حد ما ممكن. صح؟ فيها برين هي تغيير الفكرة، أنت بتغير أفكارك. يعني شوف أنت مثلا عندك طريقة معينة في الكلام، عندك طريقة أسلوب معين، جيت بعد فترة لقيت أن الأسلوب هذا مختلف، حبيت تحط أسلوب جديد. الاتيتيود هو إيش مفهومه للتدخين؟ انه التدخين عم بيريحني، بل انه بالعكس التدخين بيزيد دقات القلب، بيزيد نبضات القلب، بيزيد طبعا بيزيد. بس هو يقول لك انا بعمل، طب خلينا ندخن بدون السيجاره هذه ونسيب نفس، حيسترخي. حيسترخي، هذا مفهوم. بعد كده بتعطيه الامان. انا لما قلت لك انت حس في صدرك في هدوء، في سكينه، في طمانينه، شو حسيت؟ بتحس، هو انسان قلق بطبعه. وقت اللي تحسي بايدك بتحسي عن جد. انا رفعت لك ايدك، حسيت عليه رفعت لك ايدك انا، واللي ما كنت واعي لي. بتحس؟ لا ما بعرف هيك اذا حسيت لهالدرجه. انا رفعت لك وقت يقول لك
حسي بايدي يمكن انت ما بتكوني مفكره فيها، بس وقت يقول لك بتحس ساعتها انه مرتخي تقلت ايدك يدلك على وين. ولو رفعت اصبعك تركيز. كمان تركيز، رفعت اصبعي خلص ما بتصير عم تاخذي كل الكوماند. لا ايه الكوماند، عشان بس نتاكد انه ماشي معايا كويس. دكتور في عندك اتصال. اه اهلا وسهلا من بروكسل. اهلا وسهلا بروكسل. اوكي هلو زمن. هلو صباح الخير. صباح كيف الحال عنك ثانية؟ اهلا وسهلا. اولا احب اصبح عليكم جميعا واحب اصبح على الضيف الدكتور. صباح الخير. عندي استفسار بسيط للدكتور. تفضل. دكتور التنويم الإيحائي نعم هل يساعد في اكتساب مهارات فعلا؟ عفوا اكتساب مهارات؟ نعم مثلا يعني مثل لما وصلت بلد يعني اجنبي قابلني احد الشخصيات من الدولة العربية وقال بإمكانك اكتساب اللغة من خلال التنويم الإيحائي والتنويم المغناطيسي. اكتساب هل اللغة هل هذا صحيح أو مجرد؟ هل يمكن اكتساب اللغة إنه إذا راح على بلد جديد من خلال التنويم الإيحائي؟ زي ما قلت لك أنا في البداية إحنا بنتعامل مع الموجودات في العقل الباطن اللي هو السجل، فهو عنده مبادئ اللغة الإنجليزية، أنا حخليه هنا يحب اللغة الإنجليزية عشان عنده حب لها. في ناس كثير يقول لك أنا متعقد من اللغة الإنجليزية هذه، تعبتني كثير ما نجحت فيها، مفهوم عنها إيش؟ غير مرتاح، حنغير له المفهوم هذا. اللغة الإنجليزية جميلة، أنت شوفها، شوف اللغة الإنجليزية أنت حتحفظها كويس زي ما سمعتها زي ما حتتكلمها. أوكي دكتور أنا عندي سؤال لك. هلأ الواحد لما يكون يجي لك مثلا يقول لك أنا مش مكتئب، بدي أغير تفكيري عن الحياة، بدي أصير عم بفكر بالحياة بطريقة إيجابية، أنا دائما سلبي. جميل، تعمل له الاسترخاء. استرخاء الاسترخاء مهم جدا. نعم وبتحكي طبعا أكيد. شوفي يا أستاذة، هو في حياتنا هذه إحنا ما عندنا غير خيارين، يا حزن يا فرح. بالضبط، يا حزن يا سعادة. طيب هو ليش بيفكر في الحزن؟ لازم يفكر بالسعادة. فكري في السعادة، أنت من يوم ما بتفكري في السعادة شو 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 بيفتح معك؟ فكر بالأشياء الحلوة. زي لما نشتغل في الكمبيوتر في المايكروسوفت والويندوز، لما بنفتح على ملف بيفتح ملفات كثيرة معانا، تعال نفتح نفكر في السعادة. فكري الآن أنت في السعادة. شوف تكرتي نكتة جميلة، موقف جميل، حاجة جميلة، بعدين في هدف لازم يكون عندنا، أنا أبغى أكون سعيد، شو اللي بيسعدني؟ دائما حاطط الهدف هذا امامي، السعاده السعاده السعاده. بس هل لما بعد التنويم الايحائي قد ايه بيضاين التنويم الايحائي بروح التاثير تبعه بروح بالنسبه للانسان؟ هلا سيبك تذكر، انا بحكي بالنسبه للعلاج، علاج مثلا مثل الاقلاع عن التدخين تنقول زبط. نعم. قد ايه مدته؟ في له مده معينه؟ ما له مده معينه، بس لازم احنا نعمل كيف كذا جلسه، مش حكايه كذا جلسه، لازم نتمرن دائما. يعني مثلا انت عندك، تخيل الواحد عنده انسان مضغوط نفسيا، الضغوط النفسيه نعم هي كثير كومن هلا في الحياه اليوميه، الضغوط النفسيه. شوف يعني احنا من يوم ما ذكرنا قلنا ضغوط نفسيه، شو حسيت انت؟ ضغوط نفسيه حسينا بايش؟ ضغوط نفسيه. خلينا نغير الكلمه هذه الى نقول تحديات الحياه. شوف كيف تغير مفهومها بالنسبه لك. شو شعرتي لما قلت لك تحديات الحياه؟ اريح اروق. مجرد تغيير الكلمه صح، شو قد ايه بياثر على الواحد؟ بياثر على الواحد. جميل جدا. طيب عندك مثلا، خلينا ناخذ الجوال الموبايل عندك. ليش عم بيقفل احيانا وبيعلق احيانا؟ بيعلق، شو بتسوي فيه؟ بتروح شايل البطاريه مرجع البطاريه. جميل جدا. انا شو بسوي؟ انا مضغوط. نفس الشيء الانسان بدك تشيل بطاريته وترجع ترجع. هو لما استرخى شو عمل؟ طفى. صح طفى، كانه شايل البطاريه. طفيت المحرك انت. طيب اذا سوينا التمرين هذا عملناه 5 مرات في اليوم، وكل ما لقيت لنفسي انا دقيقه انا فاضي فيها، كثير نشيط اكثر، هروح مطفي بشحن نفسي زي ما بنشحن الجوال. كثير منيح. اوكي بيرفكت، هي هذه الفكره ككل. طيب دكتور يعني مشكرك كثير. شكرا. بدنا نرجع ننتقل لفقره ثانيه، بس حضلك قاعد معنا. شو صح ان شاء الله. اوكي في معنا مشاهدينا اخصائيه الازياء هبه حمود، في عنا ريبورتاج نحكي شوي عنه. قبل هيك مثل عادة يعني وقف مع الإعلان ورقم التليفون 600-1400. ما تروح لمحل لأنه بعد راجعين بآخر موضوع عنا من مع برنامج صباح الخير. وقف إعلانية ونرجع.